بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد درس جديد مع برنامج إكسل بنتكلم عن فكرة، وهي إزاي لو عندنا حركة لمجموعة من العملاء، العميل ده حركاته متعددة وعنده مثلا قيم مبيعات، إزاي نقدر في عمود مقابل نجيب إجمالي حركة العميل ده في هذا العمود أمامنا. فالمسألة دي بشكل بسيط تكفي إن احنا نستخدم فيها صم إف، تمام كده، نستخدم دالة صم إف تاب ونحدد المدى اللي فيه أسماء العملاء، الشيفت كنترول سهل من أسفل، نثبت المدى بإف 4 سيمي كولون، نحدد الكاتيريا الرينج اللي هو اسم العميل سيمي كولون، بعد كده نحدد القيم اللي احنا هنجمعها، شيفت كنترول سهل من أسفل إف 4 كنترول وإنتر. فقال لي العميل رقم 1 إجمالي مبيعاته 22,195، العميل رقم 2 إجمالي مبيعاته 20,023 وهكذا. لكن إيه الفكرة؟ الفكرة إن الشكل العام مش جيد، يعني دايما هيتكرر معانا الإجمالي بهذا الشكل وإحنا ماشيين، فطبعا يعني شيء شكله مش كويس شوية. طيب الفكرة اللي إحنا بندور عليها إن إحنا إزاي نخلي القيم دي 22,195 بدل ما هنتكررها 3 مرات بهذا الشكل، أخليها بس تبان، تكون تظهر يعني في الحركة الأخيرة بس، في الحركة الأخيرة بس. طيب إزاي الفكرة دي نقدر نوصل لها؟ بتركة بسيطة إن شاء الله تعالى هنشوفها الآن بإذن الله. لو إحنا هنا جينا وقلنا أدرجنا دالة كاونت إف، قلنا يساوي كاونت مثلا كاونت إف، تمام، تاب أدرجنا الدالة وحددنا المدى ده بالكامل رينج، وشيفت كنترول سهل من الأسفل إف 4 سيمي كولوم، وحددنا أول خلية اللي فيها العميل واحد وقفلنا القوس، تمام، وكنترول وإنتر. فقال لي إن العميل رقم واحد ده موجود 3 مرات، موجود 3 مرات، طبعا هم كلهم 3 على أساس بس نفس الحركات واحدة يعني. العميل رقم واحد ده موجود 3 مرات، طيب أنا في النهاية عاوز أوصل لإيه؟ أنا عاوز أوصل لأي شيء بس يديني دلالة على الحركة الأخيرة لهذا العميل، لأن ده اللي هيكون المفتاح اللي هنقدر نوصل بيه إن بس القيمة تبان هنا، تمام كده؟ طب إزاي أقدر أغير الثلاثة ديت؟ يعني أخلي هنا شيء غير الثلاثة بحيث بس أعرف أوصل لآخر خلية بشيء بسيط جدا جدا. شفت حضرتك الكارتيريا أو الرينج ده من إلى صح؟ الخلية الأولى مش هثبت الصف، مش هثبت الصف، تمام، يعني أشيل علامة الدولار ديت من أمام الرقم. طبعا اقدر اخليها امام الحرف لا اشكال، او اقدر اشيلها بالكامل برضو لا اشكال، تمام، بس المهم ما تستناش امام الرقم عشان ما اثبتش الصف، عشان ما اثبتش الصف. شوف لما قلت كنترول وانتر، خلي بالك هنا كانت 3 3، شوف لما قلت كنترول وانتر ايه اللي يحصل، اصبحت 2 واصبحت 1. ليه؟ لان انا لو ضغطنا بس دبل كليك المدى ده اصبح متحرك، نهايته ثابته لكن بدايته متحركه، وبالتالي ان دي اخر حركه، فمفيش غير يعني مش ما تكررش الا مره واحده بس، فبيجيب لي رقم 1، تمام. فنخلي بالنا لما دي يعني التركه ديت اساسيه في الموضوع ده، ان احنا ما ثبتناش الصف في الرينج بتاع كاونت اف، ما ثبتناش الصف الخاص باول المدى، باول المدى طبعا نهايته هنثبتها، ومن البدايه كده ما تخليش المدى يكون محصور مثلا باخر البيانات اللي عندك، لان البيانات ديت بتقبل الزياده. هنزود المدى مثلا وليكن ل 170 من البدايه كده، خلاص، ونقول كنترول وانتر، فمديانا هنا 3 و2 و1، بس كل ده بسبب ان احنا ما ثبتناش الصف بتاع اول المدى. طيب جميل جدا، مساله منطقيه، دايما اخر عميل يعني دايما اخر حركه هيكون عدد وجود العميل فيها 1، يعني دي مساله منطقيه بحته. ازاي؟ مش دي اخر حركه واحنا بادئين من هنا، كم مره موجود العميل رقم 1؟ هو دايما هيكون مره واحده بس، دايما هيكون مره واحده بس. ليه؟ لان هو دي اخر حركه ليه بالفعل، فما فيش بعد كده العميل 1، فدايما هتكون بواحد. فنفهم من كده ايه؟ ان دايما اخر حركه للعميل عدد تكراره بناء على هذه الصيغه هيكون دايما 1، هيكون دايما 1، وبالتالي احنا كده نعتبر وصلنا اللي احنا عاوزينه. لو قلنا يساوي 1 كنترول وانتر، شوف حضرتك العميل 1 هنا على سنه موجود، يعني الرقم كان اصلا 3 3 يساوي 1، طبعا لا فولس،
2 يساوي 1 طبعا لا فولز 1 يساوي 1 ايوه فادتنا ترو. وبالتالي دايما اخر حركه هتدينا ترو، دايما اخر حركه هتدينا ترو. كده احنا وصلنا للموضوع. هنستخدم بكل بساطه داله اف يساوي اف تاب الشرط دوت لما يتحقق يعود ترو، وده المطلوب طبعا. اعمل ايه؟ اعمل جمع لنا بشرط اللي هو السم اف الموجود عندنا في العمود المقابل لها ده. هنعيد المساله دي بالكامل يعني مفيش مشكله. سيمي كولون اضع علامتين تنصيص ونقفل الفولس بحيث بس الفولس ده تختفي يعني. انتر. فشوف حضرتك جمع لي بدل ما كان بيجمع كل الحركات، لا اصبح يجمع في اخر الحركات بس، اصبح يجمع في اخر الحركات بس، يعني اخر حركه لكل عميل يجيب الاجمالي الخاص بيه، يجيب الاجمالي الخاص بيه. طيب نعيد بس المساله دي. هقول يساوي الصيغه البدايه اهي تساوي اف تاب ندرج الداله تكون اف تمام تاب رينج حدد المدى اللي فيه العملاء شفت المفروض سهم اسفل سيمي كولون نحدد اول عميل ونقفل القوس. ما ننساش نثبت الخليه الاخيره في المدى تمام. وشيء مهم جدا دايما خلي المدى هنا في كاونت اف طبعا ده على اساس ان انت بتستخدم جدول، اما انت لو ما تستخدمش جدول الجدول ده مستوى يا جماعه انه بيديه مدى متحرك خلاص. عشان بس ما تدخلش في تفاصيل كتير من البدايه خلي دايما المدى كبير وخلاص. حدد مثلا حد 170 1700 نفترض ان انت بتكمل بيانات كبير خلاص. سيمي كولون اعمل ايه لو انا اسف بس نقول يساوي 1 لو الكلام ده كله بيدينا ترو اعمل ايه؟ سيمي كولون هنقول له صم اف صم اف تاب نحدد المدى ده في اسماء العملاء عشان نقول سهل من اسفل تمام. خليها برضه 1700 طبعا انا الان في جدول مش محتاج ان انا ازود المدى بهذا الشكل، هو من مزايا الجدول انه بيدي مدى متحرك، لكن عشان بس حضرتك لو مش شغال في جدول الامر ما يكونش فيه مشكله. نثبت المرجع ب 4 تمام سيمي كولون نحدد اول خليه فيها اسم عميل سيمي كولون وبعد كده نحدد الارقام اللي فيها الجمع اللي هي كلمة الجناح يعني سهم الأسفل خليها برضه 1700 ونضغط F4 بحيث نثبت المرجع تمام ونقفل القوس سيمي كولون نضع علامتين تنصيص عشان بس F ونقفل القوس كنترول وانتر. شوف حضرتك جمع لي هنا العميل 1 وإلى 5 في آخر الحركات الخاصة بيهم فقط لا غير. لو أنا رحت هنا مثلا وقلنا العميل ستة تمام حدد مثلا 1000 شوف حركة 1000 دي هنا بشكل مباشر. لو انا قلت عميل ستة شوف نزل ال 1000 دي اخر حركة له 5000 مثلا فاجمالي 6000 العميل ستة برضه وقلنا 9000 مثلا فاجمالي 15000 شوف حركة بشكل مباشر دايما هيدينا في اخر حركة. لو قلنا كمان حركة عميل ستة له دايما هيدينا في اخر حركة له ونفترض مثلا كان مبيعات مبيعات ونسجلها هنا مثلا ثاني هيدينا 14000 دي اجمالي قيمه مبيعاته. فاذا كل القصه دي كلها استخدمنا فيها صم اف وكاونت اف وداله اف يعني جزء من عائله اف في اكسل استخدمناهم. الملف بالكامل ان شاء الله تعالى هيدي الرابط الخاص بي في وصف المقطع. اتمنى ان الفكره ديت تنال رضاكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.